أكياس البلاستيكية والله يعطيها الصحة سيدة وزيرة البيئة اللي البارحة تحدثت قالت الكلام اللي قلناه يجي 6 مرات لهنا في الحصة هذه. شنو قالت البارحة؟ تحدثت عليهم وزيرة البيئة وين قالت لي المخابز مازالوا قاعدين يعطيوا في الخبز في الأكياس البلاستيكية رغم اللي تم منع إنتاجها وتوزيعها في الأسواق، وأكدت اللي لازمهم يلتزموا بالحكاية هذه وما عادش يوزعوا الخبز في الأكياس. إيه ما 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 عنا تصريح باش نسمعوا معناتها المشكل إنه كنا ناخذوا في الأكياس البلاستيكية بلاش كي منعتها الوزارة ولينا بيتي ملي بلي راهي مهزلة، لو كنا ناخذوا الخبز بلاش الساشي بلاش كي منعتها الوزارة ولات ساشي ب 200 بريود خاطر بريود انا البارح مازال الحق انا ما نمش نحكي لك على تجربتي. لا انتم المناطق الراقيه في ريان انا بيتي لا لا فما ولات ساشي ولاتك الكرتون هذيك قرطاس سينو الحقيقه نتاع ربي ما ملي ما ناخذ خبز نهز ساشي نتي ساشي فرح بيه. بارتي نتاعكم انتم موجود يمكن شنو البارتي نتاعكم انتم ونسكو في ريفي شونزي بلال بلال انسى انت نجمان يا بلال نجمان لحظه الاولاد ولينا شويه فوضى وليت الساشي ب 200 لحظه وليت الساشي ب 200 مليم والوزيره تقول ان شاء الله يمنعوها. سيده الوزيره خير ما تنجمش تبعت شكون ما اصل باش نقول لك انا سفيان بعد ما باش نعطيك الاشكال كيما يعرضني انا الاشكال باش نمشي للكوجه يقول لي خويا ما عندي ساشيات وانا دخلت الكوجه مثلا انا وقتك دخلت حصلت ما عندك ساشيات حصلت ما في باليش باللي حط فك من المفروض هذاك الورق لا الورق لا لازم يكون عنده يا تحط في حضنك هو سخون الخبز فهمتني ولا كي تروح مجبور باش تخرج تمشي للحماس ولا نعم باش تشري ساشي خاطر الكوشه يقول لك انا ما نبيعوش وهو عليه منعوا على الكوشه ما منعوش على الحماس خاطر اللي عند الحماس ساشي ماهوش مؤهل للخبز ما انا تجبرت باش نحط هذيك انا بديت بروحي باش من لكن انا واش نقول لك حاجه الحاجه اللي يلزم نفهموها اللي راهو كي وزاره التجاره نحات الساشيات لا هي شماتها في المواطن ولا هي معناها خلق اشكال ولا ما عندها ما تعمل راهي فيه مشكل حسب ما يقولوا صحي فهمتني ولا لذا ليكوش يعملوا هالجراتيس هذول اللي يعملوا فيهم الاخرين بقوه ال جراتيس قلوب يبيعوا قلوب حطها هذه لحظه حطها في الفيسبوك سفيان معن لعوده الجراتيس الى الكوش والله بالحق النقطه فوق القاز النقطه فيها ثم قرطاس الحم الواحد نتاع قبل محلاه اما هو نوفل ناخذوها بحاجه ايجابيه الدوله خلقت موطن شغل جديد تكون قاعد لاباس عليك تمشي تشري ساشيات شد بحذا الكوش بس تشري ب 200 صحيح كانت ب 10 ملم مطران يا نوفل ربي يستر دزوك في الكوش ربي يستر خاطر خارج الكرواسون خذيت 7 لا باش نرجعوا مطران نرجعوا باش نرجع لا في الموضوع هو بيدو احكي لي على الحمسة هو انا على الكوش على البلاستيك على الكوش احنا في تونس يا نوفل هو بديت نتنرفز قراراتنا استعراضيه في وزاراتنا قراراتنا استعراضية ما نتابعوهاش الوزير الأسبق اللي شد في عهد النهضة هو اللي كان سبب في خرابها ناحي الساشيات ولات بالفلوس كانت ب 20 مليم ولات 200 مليم وما تابعوهاش ولات في الفضاءات تتباع بالفلوس شو اللي عملته انت يا تاخذ قرار على بزو معناه ما تاخذوش يسلم فوق ثم سلم فوق والله العظيم والله العظيم شي اللي الواحد قبل كنا الساشيات ناخذوهاش سي نوفل في تونس اغلب المسؤولين ما عندهمش حتى علاقة بالشأن العام مسؤول تلقاه في 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 وزارة ولا في دار ما يعرف شنو اللي صاير في المجتمع فين وصلين فين ماشيين هذه قرارات استعراضية بيزنطية شخشخة كلامية ما يصير منها حتى شيء واضح لحظة على الوليد باش نوصيكم تو راه مطران تو كي يبدا النرز هكا ما يدور به حد راه شوية مطران نسكروا الباب ونخرج به كلامك صحيح دونك نكملوا رايك بيان سور ولكن البنان انت من الناس اللي شريوا بنان وتلوم على التوانسه اللي عندهم لهفه على البنان انا باش نقول لك حاجه طبيعي عندهم لهفه الناس مشتاقه بنان بسوم معقول فما اللي يقدر عليه فما ما يقدرش يشراه بسوم معقول ويعطيهم الصحه اللي يجيبوا البنان باش تقول لي لهفه سي نورمال الايام الاولى باش تكون لهفه كيما الزيت بويتر زيت زيتونه انا في الجروند سيرفاس راه فيه تو ولا موجود وما عادش كل اللهفه الكبيره وي بلا جست ملاحظه ما توتروش برشا خاطر انا بجنبه نجم هو تو سخون زيت تقول لي لهفه وين اعمل حمله مطران ما تمشيش تاكل بنان وتقول ولا لهفه التوانسه على البنان لا ما قلتلكش هو ماشي ياخو في البنان لكن دزوني دخلت في البيع يا نوفل اسمعني اسمعني ماشي بالشيخ السكر يروح وياخذ انا مانيش ضد اللهفه ومانيش ضد انك تاكل البنان اما فما نظام تاع صف اه اكيد عندك طبعا ثم يا سي نوفل
ب5000 شويه البنان ب5000 كان غالي تسمى غالي بلفين عسل هو لا 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 ياسر خاطر ياسر انا مع المقاطعه والله بدي له 50 فرنك بين لا يا عاد مش للدرجه انا مع المقاطعه بين 13 18 دينار يولي 5000 معقول هو تو حتى العنب في الصيف نذكره 8000 كل شيء غلي قال لك الفلفل 7000 نمشي عندنا برشا فقرات بالله خلينا ثم رمضان ولد عمنا وشديتنا على الفلفل انت كرهتنا فيه هو ب 7000 ما تكلمتش باش نزبيو بقيه الاخبار للاسف معناتها للاسف للاسف الفلفل ب 7000 فما فاصل شنو الفلفل ب 7000 بعد الفاصل باش نحكيو نكت ومن بعد عندنا هاو ماتش مع السعدي باش يعطينا الاسوام مقارنه بين اسوام جمعه كامله لا بالحق فيها ريشيرج دونك ماهوش سعدي عملها اكيد دونك فيها ريشيرج جمعه كامله الاسوام فاصل فاصل اقوى امبيونس نوستالجيك